في هذا النادي الرياضي يقوم معروف بطل سوريا في لعبة كمال الأجسام بتدريباته الرياضية التي توقف عن ممارستها مع بدء الأزمة السورية، إلا أنه عاد الآن ليكمل تدريباته. معروف والد لثلاثة أطفال يعيش حاليا ظروفا صعبة بسبب الحرب. مصروف رياضي هو مصروف عالي جدا، يعني بالنسبة لمصروف كمال أجسام بالذات يعني تختلف عن باقي الألعاب بالمجمل. فكان في شوية خميرة الحمد لله خلصت، ولاحقا بعنا شوية شغلات من مساق أو من حتى وصلت لبعض قطعة من عفش البيت يعني بصراحة. وما بعرف يعني الأمور تركينا على رب العالمين يعني شلون تجي، ونوعدنا أكثر من مرة بسبونسر وكذا ولسه الأمر ما تم يعني. حال معروف يشبه حال باقي الرياضيين في سوريا الذين انشغلوا بتأمين قوت أطفالهم وتركوا رياضاتهم. وعلى الرغم من عودته إلى ممارسة الرياضة، إلا أن هناك مشاكل أخرى تواجه هذا الرياضي. المشاركات إلى حد كبير ما هي مؤمنة. طبعاً هذا الأمر برجع للدول الصديقة أو المعترفة سياسياً بالائتلاف، ولكن مشكلتنا الأساسية بأنه الاعتراف العربي اللي نحن مشتغل عليه بالاتحاد الرياضي الحر والاعتراف الآسيوي لسه ما حصلنا عليه بصراحة. فنحن في بعض المشاركات عم بتصير من بعض الأبطال تحت علم دولة تانية. قد لا يكون هذا النادي الرياضي متكاملاً ليقوم معروف بالاستعداد بشكل جيد لأي مشاركة قادمة، إلا أنه يبذل مجهوداً مضاعفاً لتعويض ضعف الإمكانيات. انقطاع الكهربائي وضعف الإمكانيات المادية ليست مشاكل الرياضيين فقط، بل تشترك معهم فيها كافة فئات الشعب السوري. أحمد كنجو، الغد العربي، حلب.